أقصى شتاء في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود، تعيش ولايات الجنوب والشمال الشرقي للبلاد منذ أسابيع ثلوج وعواصف وأعاصير دون توقف أسفرت لحد الآن عن مقتل 10 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان، ناهيك عن الخسائر المادية التي فاقت ملايين الدولارات. هلك 17 شخصاً وأصيب أكثر من 50 آخرين، ويبقى 8 آخرون في عداد المفقودين في انفجار وقع بمحطة لتخزين الوقود بجاكرتا الشمالية بأندونيسيا. تم إجلاء أكثر من 1000 ساكن من المنطقة، والتحقيق جار في ملابسات الانفجار. المارتيزور هو يوم عيد بالنسبة للشعب الروماني، يأتي في بداية شهر مارس من كل عام. يعلقون فيه خيوطا حمراء وبيضاء في بيوتهم وعلى قرون الماشية تفاؤلا، تقليد منذ 8000 سنة. تطور اليوم ليصبح قلائد وحلي يتسابقوا على اقتنائها الرومانيون، مستبشرين سنة كلها صحة وازدهار. في اليوم العالمي للحياة البرية، مشروع أممي جديد للحفاظ على الحياة البرية ومحاولة التعايش بين الإنسان ومحيطه البري، مخطط شعاره الشراكة للحفاظ على الحياة البرية عبر إشراك أهالي المنطقة بزيمبابوي في التعايش المسالم مع محيطهم.